الآن الصوت واضح، الآن الصوت واضح. اللي يشعر اكو عنده مشكلة يقدر يطلع من البرنامج ويرجع مرة ثانية. بابا قسم كبير منكم يقول واضح والصورة ايضا واضحة. اوكي، المحاضرة لهذا اليوم حتكون عن موضوع مهم جدا، اللي هو تقريبا نهاية الماكرو موليكيولز. الموضوع اسمه الجلوكونيوجينيسيس، وانتبهوا على هاي المسميات وهاي الالفاظ اللي دا نلفظها، لانه حتى لا تختلط عليكم الامور لابد ان تفهم الاصطلاحات بما هي. الاصطلاح جلوكونيوجينيسيس يعني انتاج جزيئة جلوكوز، يعني من جزيئات اخرى. يعني الآن لو رجعنا بكم إلى المحاضرات الأولى للماكروموليكيولز، هذه مجموعة من الرياكشنز أو مجموعة من البروسيسينجز، مجموعة من التفاعلات، ومجموعة من الطرق اللي عن طريقها نقدر نستحصل على الطاقة مختلفة. اليوم وصلنا إلى جلوكونيوجينيسيس، هذه كلها تقريبا غطيناها. جلوكونيوجينيسيس، ماذا نعني بالجلوكونيوجينيسيس؟ جلوكونيوجينيسيس أو ما يسمى بالإندوجينوس جلوكوز برودكشن، يعني هو ميتابوليك باثوي، شوفوا لاحظوا التعبير، that leads to the synthesis of glucose from pyruvate and other non-carbohydrate precursors like lactate, amino acids, glycerol. إذا الجلوكونيوجينيسيس هو عبارة عن ميتابوليك باثوي يؤدي إلى تصنيع جزيئة الجلوكوز عكسيا من البايروفيت. تذكرون احنا جلوكوز بالجلايكوليسيس انتهينا به إلى البايروفيت. الآن بالعكس أريد أني أطلع الجلوكوز، أريد أنتج الجلوكوز. أول جزيئة ممكن أن ترجع إلى جلوكوز هو البايروفيت، بايروفيت. ولكن ممكن إنه هذا الجلوكوز أقدر أن يعني أنتجه من خلال النون كاربوهيدرات بريكرسرز، يعني من جزيئات هي ليست كاربوهيدراتية، اللي هي شنو؟ هي اللاكتيت، أمينو أسيد، جليسرول. زين، هاي العملية وين تحصل؟ اللي سميناها جلوكونيوجينيسيس، تحصل بالليفر وتحصل بالكيدني كورتكس، تحصل بالليفر وتحصل بالكيدني كورتكس. زين، ليش ده تحصل؟ تحصل لأن عادة يكون هناك قلة بالجلوكوز والشخص ما عنده مصدر آخر للجلوكوز، فبيبدأ بالليفر والكيدني كورتكس إنتاج جلوكوز. منين في الحالة؟ أعيد، من البايروفيت ومن النون كاربوهيدرات بريكرسر اللي هي اللاكتيت، أمينو أسيد، جليسرول. زين، بعد من أسباب حصول الجلوكونيوجينيسيس إنه البرين يعتمد بشكل كامل على الجلوكوز كيعني مغذي أو خلينا نقول مجهز للطاقة الأول. من بعد هذا يجي منه يجي ما يسمى بالكيتون بوديز، وأتصور أنتو مر عليكم الكيتون بوديز لما تكلمنا على الفاتي اسيد ميتابوليزم. زين، شلون تحصل او كيف يحصل الجلوكونيوجينيسيس؟ قلنا اول جزيئه ممكن انه تحصل او يحصل او نحصل من خلالها على الجلوكوز هو البايروفيت. فإذا تذكرون الجلايكوليسيز اللي يعني هواي تكلمنا عنها حقيقة، هذا الجلايكوليسيز بغض النظر عن هذه الخطوط الحمراء، جلوكوز ينتهي إلى بايروفيت. أنا إذا شريد أريد من هذا البايروفيت أرجع أسوي جلوكوز، واضح؟ زين، كيف يمكن إنه أرجع؟ يعني يمكن تقولون ببساطة إنه هذا البايروفيت أو أيا كانت الخطوة اللي واصلها البايروفيت
راح يرجع مباشرة إلى الجلوكوز، وهذا صحيح. لكن مشكلة العودة من البايروفيت إلى الجلوكوز هي ثلاثة عقبات. هذه العقبات الثلاثة: الأول أنه البايروفيت يتحول أو يرجع إلى فوسفوينول بايروفيت، أعود إلى المخطط، شوفوا هذا البايروفيت راح يرجع إلى شنو؟ فوسفوينول بايروفيت. هذه أول خطوة، اللي هي الخطوة رقم 10. بيش يرجع؟ باي بايروفيت كاربوكسيليز and فوسفوينول بايروفيت كاربوكسيكينيز. ذن الإنزيمات الاثنين يحتاجن البايروفيت حتى يرجع من بايروفيت إلى بايروفينول بايروفيت. واضح؟ زين. نعم. الخطوة الأخرى أو العقبة الأخرى، خلينا نقول ليست الخطوة الأخرى إنما العقبة الأخرى، هو إنه ال F1 6 BP2 F6 اللي هاي تعرفوها يعني فركتوز 1 6 باي فوسفاتيز أو باي فوسفيت عفوا، والفركتوز 6 فوسفيت in the cytosol، هذه العملية يعني يتم استرجاعها أو يتم العودة إلها من خلال ما يسمى بالفركتوز 1 6 باي فوسفيتيز. أعود إلى المخطط، فركتوز 1 6 باي فوسفيت إلى فركتوز 6 فوسفيت يكون عن طريق هذا، نعم، فركتوز 1 6 باي فوسفيت. هسه ليش طفرنا ذني؟ لان هذا الى هذا يكون سهل، عاده سهل، يعني نفس الانزيم اللي ادى الى تحول الفركتوز الى جليسيرالديهايد هو نفسه ممكن يرجع الجليسيرالديهايد الى فركتوز. واضح شلون؟ ولكن هناك قلنا ثلاثه عقبات احتاج بها انزيم اخر. زين، الخطوه او العقبه الاخرى هو الجلوكوز 6 فوسفيت حتى يتحول الى جلوكوز. هذا يحتاج الى جلوكوز 6 فوسفاتيز، جلوكوز 6 فوسفاتيز. زين، الجلوكوز 6 فوسفيت الان صار عندي جلوكوز 6 فوسفيت. تتذكرون من سولفنا عن الجلوكونيو او الجلايكوجينولايسيس، عمليه تحلل الجلايكوجين. قلنا هناك خطوه من الخطوات تنطيني جلوكوز من خلال مرورها بالإندوبلازميك ريتيكولوم. هناك اكو انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، هذا شو يسوي؟ هذا يحول لي او يخلص لي الجلوكوز من الفوسفيت جروب، وبالنتيجه يطلع عندي بيور جلوكوز. بيور جلوكوز، واضحيني؟ زين، اذا اللي يهمنا من هاي العمليه كلها انه شلون احصل على جلوكوز من خلال البايروفيت، من خلال البايروفيت. وقلنا من خلال البايروفيت هناك ثلاثة عقبات، هناك ثلاثة عقبات تكلمنا عنهن بالتحديد. إذا هذه العقبات الثلاثة هي كالآتي، قلنا البايروفيت يتحول إلى فوسفوفينول بايروفيت، أوكي، وعندنا الفركتوز 1 6 باي فوسفيت يتحول الى فركتوز 6 فوسفيت يحتاج انزيم، وهنا فركتوز 6 فوسفيت راح يتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت، ولكن يحتاج انه يتخلص من هذا الفوسفيت. لازم يروح المن الى الاندوبلازميك ريتيكولوم، لان هاي العمليه كلها تحصل بالسيتوسول، فداخل الاندوبلازميك ريتيكولوم يطلع من عنده فري جلوكوز، فري جلوكوز. هسه شوفوا، لاحظوا انه البايروفيت اذا واصل الى مرحله الاوكزالو اسيتيت، شوفوا الاوكزالو اسيتيت مباشره راح يتحول المن الى فوسفوينول بايروفيت، لكن بطرق مختلفه. انا ما راح اخوض بهاي التفاصيل، حاولوا ان تقروها. الاوكزالو اسيتيت يتحول الى ماليت، الماليت يتحول الى من خلال هذا الانزيم اللي قبل شويه ذكرناه، اوكي، يعني هذا تفصيل الخطوه الاولى
احنا مو قلنا انه البايروفيت العقبة الاولى لازم يتحول الى فوسفوينول بايروفيت. حقيقة انا ما اريد اخوض بهاي التفاصيل، يكفيني انه تعرفون الخطوات شلون تصير. يعني هذا البايروفيت يدخل الى الميتوكوندريا بوجود الاكسجين، راح يتحول الى اوكسالو اسيتيت، الاوكسالو اسيتيت يتحول الى ماليت، الماليت يعني بيتحول بفعل هذا الانزيم اللي تذكروه حكينا قلنا فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. اوكي، ايش راح يتحول؟ راح يعطيني فوسفوينول بايروفيت. هاي الخطوه اللي هي العقبه الاولى، تفصيلها هذا انه البايروفيت واضح واضح شلون مبين من السهم الاحمر يروح الى اوكسالو اسيتيت ماليت وفوسفوينول بايروفيت بفعل مجموعه من الانزيمات. وطبعا تلاحظون البايروفيت الى اوكسالو اسيتيت بفعل شنو؟ البايروفيت كاربوكسيليز، ثينات المذكورات عندكم بالخطوه الاولى. زين، اكو غير واحد يقول صوت ماكو؟ اكو غير احد يقول صوت ماكو يا شباب؟ ادمن الصوت واضح يا بابا. يعني اذا اكو مشكلة بالنت، كثير من الطلاب يقولون عندنا صوت، مع ذلك وان شاء الله التسجيل يوصلكم لا تقلقون. إيه، فاحتمال النت يكون ضعيف عندكم يا شباب. إيه، أوكي. إذا في حالة عودة البايروفيت إنه يعطيني جلوكوز، قلنا هناك ثلاثة عقبات راح أعيدها بشكل سريع. العقبة الأولى هو إنه البايروفيت لازم يتحول إلى فوسفوينول بايروفيت، وهذه العملية تتطلب أنه يتحول البايروفيت إلى أوكسالو أسيتيت بفعل البايروفيت كاربوكسيليز، ثم الاوكسالو اسيتيت يروح الى ماليت. طبعا هنا الاوكسالو اسيتيت ليش يتحول الى ماليت؟ هاي تفاصيل، احنا قلنا ما اريد اتكلم عن التفاصيل، بس الاوكسالو اسيتيت جزيئتها كبيره لا يمكن ان تعبر جدار الميتوكوندريا، فيحتاج يتحول الى ماليت. الماليت هذا بفعل هذا الانزيم راح يتحول فوسفوينول بايروفيت، فوسفوينول بايروفيت، وهكذا. العقبه الاخرى انه هذا الفركتوز 1,6 بايفوسفيت راح يتحول بالفركتوز 1,6 بايفوسفيتيز الى فركتوز 6 فوسفيت. ثم العقبه الاخرى ان الجلوكوز 6 فوسفيت راح يروح الى الاندوبلازم ريتيكولوم بفعل الجلوكوز 6 فوسفيتيز راح يعطيني فري جلوكوز. اذا هذه هي الخطوات الثلاثه اللي يحتاجها البايروفيت حتى يرجع المن يرجع الى الجلوكوز. وين؟ بالدم. السبب شنو؟ انه ما هذا الشخص يعاني من قلة الجلوكوز او ما يعرف بالهايبوغلايسيميا لاسباب كثيرة. نعم، اوكي. فإذا هذا الجزئية الأولى اللي هي تحت عنوان جلوكونيوجينيسيس، وقلنا شنو الجلوكونيوجينيسيس؟ إنه هو إنتاج جزيئة جلوكوز من مجموعة من الجزيئات، مرة يكون بايروفيت ومرة يكون من شنو؟ نان كاربوهيدرات. زين، البايروفيت يعني هذا تقريبا يعادل الشرح. البايروفيت comes from glycolysis. It can back over to the glucose as we mentioned above. يعني مثل ما شرحنا سابقا. اوكي، يعني الشيء الثاني اللي هو non carbohydrate precursor، او يعني الجزيئات اللي هي ليست بالاصل كربوهيدراتيه، اولها هو اللاكتيز. واذا تتذكرون في المحاضره السابقه تكلمنا عن انه وحده من الامور اللي يعني مهمة في حالة الـ anaerobic condition، في حالة الظروف اللاهوائية اللي يمر بها تمر بها كثير من أعضاء الجسم وكثير من الخلايا وأشهرها خلايا العضلات، أنه يمر البايروفيت إذا كان ماكو أكسجين بالنتيجة،
يمر بعدة تحولات، من هذه التحولات انه يتحول الى شنو؟ لاكتيت. هذا اللاكتيت بطريقة ما هسه راح نسولف عنها يرجع يعطيني شنو؟ جلوكوز. زين، هسه اللاكتيت هاي للتذكير مو اكثر، اللاكتيت منين يجيني؟ يجيني من الانيروبيك كونديشن. هناك بعض الخلايا هي اصلا اندر انيروبيك كونديشن، يعني اصلا ما بيها ايروبيك، مثل ايش؟ مثل الريد بلاد سيلز، مثل السكيليتال ماسلز ات ريست، اوكي، مثل الايلينس، بعض الاميون سيلز، بروليفريتنج سيلز ان ذا بون مارو، epithelial cells in the skin. هذه تنطيني شنو ممكن؟ لاكتيك اسيد. فضلا عن انه بعض العضلات او بعض الاعضاء، مثال على ذلك العضلات، انه في حاله عدم وجود الاكسجين البايروفيت يتجه لمن؟ يتجه الى اللاكتيت فورميشن. تذكرون هذا المخطط؟ اتصور احنا يعني ماخذين شبيهه سابقا. هذا الان الليفر، هذا المسل سيلز، جلوكوز اعطاني بايروفيت، اوكي، بفعل الانيروبيك كونديشن راح يعطيني لاكتيت بفعل انزيم اللي سميناه لاكتيت ديهايدروجينيز، تتذكرون ان شاء الله. هذا اللاكتيت يرجع يروح الى الليفر، يرجع يروح الى الليفر، يتحول بطريقه خاصه لمن؟ الى البايروفيت. زين، اذا اللاكتيت رجع بايروفيت، هسه الان البايروفيت شلون يعطيني جلوكوز؟ ها، نفس الطريقه اللي شرحناها قبل شويه، بايروفيت اوكسالوسيتيت، وهي بالنتيجه فينو فوسفوفينول بايروفيت، وبالنتيجه فركتوز 6 فوسفيت، فركتوز جلوكوز 6 فوسفيت وفري جلوكوز. واضحيني؟ فاذا الطريق واحد ولكن المصدر مختلف. واضح؟ زين، احمد، يا فقرة اللي ما فهمتها، يا فقرة اللي ان شاء الله. اللاكتيت، فيري جود. احنا قلنا اللاكتيت هو وحدة من نتائج البايروفيت لما يكون عندي ان ايروبيك كونديشن. هسه الان هذا اللاكتيت كيف يمكن ان يعطيني جزيئات جلوكوز؟ احنا قلنا احنا موضوعنا الان اليوم هو انتاج جزيئات جلوكوز من جزيئات مختلفه، مره تكون كربوهيدراتيه مثل البايروفيت، ومره تكون نان كربوهيدرات، ومثال على ذلك اول واحد اللاكتيت. فاذا هذا اللاكتيت حتى يتحول يعطيني جلوكوز، ايش راح يروح؟ يروح وين يروح؟ يروح الى الليفر. احنا قلنا مكان الجلوكونيوجينيسيس اما الليفر اما الكيدني كورتكس، واضح؟ قشرة الكلية، واضح يعني؟ فهذا اللاكتيت بفعل انزيمات معينة وبطريقة معينة، ما نريد نخوض في تفاصيل، موجودة المعادلات، يرجع الى شنو؟ بايروفيت. الان اذا رجع الى بايروفيت، الان الطريق صار واضح، شلون صار عندي جلوكوز؟ نفس العملية اللي حكيناها قبل شوي، واضح؟ اذا هذه الجزيئة الاولى اللي هي اللاكتيت. زين، الجزيئة الثانية، تذكرون من تكلمنا عن الفاتي اسيد سينثيسيس؟ من تكلمنا عن الفاتي اسيد سينثيسيس؟ اوكي، لما تكلمنا عن الفاتي اسيد سينثيسيس قلنا قضايا كثيره، وقلنا الاكسسيف اماونت اوف امينو اسيد، يعني اما الليفر يستخدمها فور بروتين سينثيسيس، اما 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 مجموعه من الخيارات، نريد نوصل الى انه الاكسس اماونت، الكميات الزايده من الامينو اسيد راح تتحول الى، هسه الان راح نشوف الامينو اسيد، اما انه يدخل، شوفوا الفا امينو اسيدز زائدا مركب اخر اسمه الالفا كيتو جلوتريت، ذول اثنيناتهم بفعل ما يسمى بالترانس امينيشن. الترانس امينيشن حكيناه، قلنا امين جروب تنتقل من مكان الى مكان اخر، هذا بشكل مختصر. اوكي، زين، لمن يتحول؟ لمن يتحول هذا الالفا امينو اسيد زائد الفا جلوتريت، يعني الفا امينو اسيد زائد الفا
كيتو جلوتريت يعطيني مركب اسمه جلوتاميت. هذا الجلوتاميت بفعل دي امينيشن، يعني شنو معناه دي؟ ترانس يعني نقل، يعني مجموعة أمايد تنتقل من مكان إلى مكان آخر. الدي امينيشن شنو؟ إزالة هذا الأمين جروب. دي امينيشن واضح؟ شو راح يعطيني هاي العملية؟ تعطيني ما يسمى بالألفا كيتو جلوتريت. واضح؟ يرجع. إذن ألفا أمينو أسيد، والألفا طبعا كلمة يعني تعبير ألفا جاي نتيجة التركيب الكيميائي للأمينو أسيد، أيضا شرح يطول ولعله يأخذ من عندنا وقت إنه ليش نسمي هاي ألفا وذاك بيتا وذاك جاما إلى آخره. فالألفا أمينو أسيد زائدا ألفا كيتو جلوتريت بفعل الترانس أمينيشن تعطيني جلوتاميت. جلوتاميت بفعل الدي أمينيشن راح يعطيني ألفا كيتو جلوتريت. هسه الآن من هاي الخطوة شوفوا راح يطلع عندي مجموعة نسميها ألفا كيتو أسيد. ألفا كيتو أسيد من عملية الدي أمينيشن راح تعطيني أمونيا. هاي يعني هاي نتائج عرضية لهذا التفاعل. الأمونيا وين تتحول؟ يفترض تتحول إلى يوريا بالليفر، والجسم يتخلص من عندها وين؟ بالكيدنيز، أوكي، باليورينيشن. هسا اكو مشاكل باليوريا، اكو مشاكل بالامونيا، اكو مشاكل بالفاتي اسيد تؤدي الى انه الارتفاع نسبه اليوريا في الدم نتيجه اكو مشكله بعمليه طرح اليوريا. هاي قضيه اذا يعني توفقنا المحاضره القادمه لعله نتكلم عنها، او احتمال نتكلم عنها لما ناخذ اليوروجينيتال سيستم. زين، اوكي. فاذا هذه نتائج عرضيه. انا اللي يهمني من هذا الكلام، يا شباب، اللي يهمني هاي الفقره انه الالفا كيتو اسيد اللي يطلع لي من هذا التفاعل هذا يستخدم لانتاج الطاقه. واحنا حديثنا هسه الان ما اريد اروح بعيد، حديثنا اذكركم بالجلوكونيوجينيسيس، انتاج جزيئه جلوكوز. شوف هذا الالفا كيتو اسيد اما انه قسم من هذه الامينو اسيد تتحول الى فاتي اسيد ان كيتون بوديز، هاي المجموعه نسميها كيتوجينيك جروب، وهي تكلمنا عنها بالمحاضره السابقه فقط للتذكير. زين، لكن اكو بعض الامينو اسيد تروح تسوي لي جلوكوز، شو سميناها؟ سميناها جلوكوجينيك جروب. جلوكوجينيك جروب هذا اللي يهمني انا اليوم، هذا اللي يهمني، هذا اللي يهمنا انه جزيئه جلوكوز ممكن ان تجيني من الامينو اسيدز بهذا الطريق. واضح؟ هذا اللي اريد اقوله بشكل مختصر. هسه صار عندي كم جزيئه ممكن تتحول الى جلوكوز؟ عندي البايروفيت، عندي اللاكتيت، وعندي الامينو اسيد. واضح؟ زين. زين. بعد عندي من اشهر الامينو اسيدز اللي ممكن انه تتحول الى جلوكوز هو ما يسمى بالالانين، وتتذكرون انه الالانين ايضا هو وحده من نتائج البايروفيت في حاله الانيروبيك كونديشن. امينو اسيدز كمز فروم بروتيوليسيس من تحلل البروتينات، وكذلك ممكن ان تجي تشوفوا من المسل سيلز، مسل تيشوز اللي شرحناها سابقا، قلنا بانه في حاله الانيروبيك كونديشن البايروفيت ممكن يعطيني لاكتيت، ممكن يعطيني الانين. هسه الان الالانين شلون يتحول الى جلوكوز؟ شلون يتحول الى جلوكوز؟ شوفوا اول خطوه كونفرت انتو شنو؟ بايروفيت، ويروح اذا تحول الى بايروفيت انحلت المشكله، معناته راسا بايروفيت يرجع بق المن يرجع الى الجلوكوز. واضح؟ زين. Convert to pyruvate into pyruvate and proceed into maleate then into إلى آخرها. هذا الأمينو أسيد اللي نقصده هنا بهذه الخطوة اللي يتحول إلى pyruvate، أولها الألانين وكذلك السيستين وكذلك جلايسين وكذلك سيرين ثريونين and تريبتوفين. زين. أيضا طريقة أخرى أنه يتحول إلى ألفا كيتو جلوتريت. الفا كيتو جلوتريت، واذا تتذكرون الالفا كيتو جلوتريت جزء من تحولاته ينطيني ماليت. اذكركم بالماليت يا شباب، شوفوا الماليت هذا هنا تحدثنا عنه،
هذا هو الماليت اللي يجيني منين؟ من الأوكسالو أسيتيت. بالأصل هو شنو تحول هذا الأمينو أسيد؟ ألفا كيتو جلوتريت، واضح؟ صار عندي ماليت أوكسالو أسيتيت، من الأوكسالو أسيتيت يرجع يتحول لماليت حتى يطلع من الميتوكوندريا ويستمر يعطيني جلوكوز، واضح؟ هي فقط التفاتة بسيطة وانتباه بسيط، راح تشوفون ان العملية بسيطة، كل مولكيولز ترجع اما تتحول بايروفيت او تتحول لمركب موجود بالجلايكوليسيس. زين، هذه الامينو اسيدز مثل ايش؟ مثل الجلوتاميت، الارجينين، جلوتامين، هيستيدين، برولين، اذن كلهن اخذناهن احنا في لما اخذنا البروتينات. بعد convert into succinyl CoA and proceed to maltase. succinyl CoA تذكرون وين يا شباب؟ هذا شوفوا وين هنا هذا ما بي تفصيل، هو هنا يصير تقريبا succinyl CoA. اوكي، ايه اكو بعد رسم اخر هسه ارجع له. succinyl CoA جزء من الجلايكوليسيس، هذا وين يتحول؟ ايضا يتحول الى ماليت، واذا تحول الى ماليت يستمر العمليه الى ان تعطيني جلوكوز، واضح؟ يعني كلها تؤدي الى تقريبا نفس المسار. المهم انه هذا المولكيول تعرفون المن دي يتحول حتى يوصل لي للبايروفيت، والبايروفيت ياخذ طريقه الى الجلوكوز. هذه اشهر الامينو اسيد شنو هي؟ ايزوليوسين، ميثيونين، ثريونين، وفالين. ممكن انه هذه الامينو اسيد تتحول الى فيوميريت. فيوميريت، ومن الفيوميريت راح يعطيني ماليت، اوكي؟ ومن هذه الامينو اسيد هو فينايل الانين اند تايروسين. زين، ايضا ممكن يتحول الى اوكسالو اسيتيت، والاوكسالو اسيتيت شيء طبيعي انه راح يتحول الى الماليت، اوكي؟ هذه اشهرها الاسبارتيت اند اسبارجين. All of the above amino acids، هاي ملاحظة مهمة، pathways can proceed into glucose مثل ما شرحناها بالسلايدات السابقة، لأنه كلها تتحول هذه الأمينو أسيد إلى مكونات ومركبات موجودة وين؟ بالجلايكوليسيس. واضح شلون يا شباب؟ موجودة بالجلايكوليسيس، فمآلها واحد، مصيرها واحد، راح يصير عندنا pyruvate و يعني بالنهاية فري جلوكوز. هذه سميناها، هاي سميها جلوكوجينيك، وهي هاي محط محاضرتنا لهذا اليوم، لكن لا بأس بالحديث عن جزئية أخرى اللي هو الكيتو أسيد أمينو أسيد اللي سميناها كيتوجينيك. هذه convert into acetyl CoA وتروح مباشرة إلى فاتي أسيد، إن شاء الله يعني في محاضرات أخرى لعله نتكلم عنها، ومن أشهرها هو فقط اليوسين واللايسين. اليوسين واللايسين فقط هن ذن اللي يتحولن الى فاتي اسيد. اوكي يا شباب، زين، هن مو امثله يا منو، هاي الاسم مو واضح عندي بابا، ذني مو امثله، هن ذني مولكيولز. احنا حكينا عن البايروفيت، لازم تعرفون العقبات الثلاثة اللي تمر بها البايروفيت، يمر بها البايروفيت حتى يعطيني جلوكوز، ثم بعد ذلك اللاكتيس قلنا شلون يتحول إلى بايروفيت، وبالنتيجة نفس هي خط واحد، هو يعني خط واحد لكل المولكيولز، لكن المهم إنه تعرفون إنه هذا المولكيول المن دي يتحول بالجلايكوليسيس حتى ياخذ مصير، يعني ياخذ طريقة إلى البايروفيت، ومن البايروفيت إلى الجلوكوز. واضح شلون يعني؟ فقط هذا المطلوب من عندكم، إنه فقط تحفظ هاي الجزئية. مثلا شلون هسه قلنا هنا أمينو أسيدز كذا كذا راح تتحول إلى شنو؟ إلى ماليت. عفوا نعم، convert to the pyruvate. أوكي؟ زين، فبنتحول إلى بايروفيت، الطريق بعد واضح عندكم. زين، أكو بعض يتحول إلى كيتو جلوتريت، وبعضهم يتحول الى succinyl CoA، هاي كلها مكونات، هاي كلها مركبات موجوده بالجلايكوليسيس. مصيرها تروح وين؟ الى البايروفيت. واضح شو؟ فاذا وصلنا للبايروفيت خلاص، البايروفيت هو طريق واضح باتجاه الجلوكوز. هذا اللي اريد اقوله. زين، هسه صارت كم جزئيه بابا اخذنا لحد الان؟ قلنا البايروفيت، قلنا اللاكتيت، قلنا الامينوسيتس. اوكي؟ زين، هذا مخطط يوضح
شوفوا الآن هذه مجموعة الأمينو أسيدز اللي تتحول إلى شنو؟ إلى أسيتو أستايل كو أي. أوكي؟ اللي يتحول لي بالنتيجة إلى أستايل كو أي. هذه مجموعة من الأمينو أسيدز اللي تتحول إلى ألفا كيتو جلوتريت. هذه مجموعة من الأمينو أسيدز اللي تتحول إلى سكسينايل كو أي. هذه مجموعة من الأمينو أسيدز اللي تعطيني بالنتيجة الفيوريت. شوفوا كلهم، وهذه مجموعة من الأمينو أسيدز تعطيني أوكسالوسيتيت. كل هذه مصيرها وين يروح؟ المن للبايروفيت. واضح يا شباب؟ يروح للبايروفيت. زين، فحتى لا نطول بهاي العملية، هذه إذا قلنا بايروفيت لاكتيت أمينو أسيد، وأشهر أمينو أسيد اللي أخذناه هو الألانين. الألانين زين، بس أشوف رسائلكم على الشات صارت هواي. دقيقة واحدة. بابا ماكو تفاصيل يا محمد، ماكو تفاصيل ابني. بدنا نقول احنا هذه بس تحفظون المكون الموليكيول المعنيه المن تتحول، المن جاي تتحول. اوكي، ومن من من تعرف وين تتحول معناته تعرف انه راح يصير عندك بايروفيت. بالبايروفيت خط واحد باتجاه الجلوكوز، اللي هن العقبات الثلاثه اللي اثناء تحول البايروفيت الى جلوكوز، هذا اللي يهمني بالموضوع. زين اوكي، هسه الان شنو بعد عندنا غير اللاكتيز، غير الامينو اسيدز؟ عندنا الجليسرول. الجليسرول يا شباب يجينا، تتذكرون يجينا من الليبيد او الفاتي اسيد ميتابوليزم. بس تذكير بهاي الفقره انه وانس انسايد ذا ميتوكوندريال ماتريكس الكارنيتين موليكيول، وانا يعني اتمنى انه ترجعون للمحاضره السابقه راح تعرفون انه الكارنيتين هذا لما يدخل الى الميتوكوندريا يدخل لي الفاتي استايل كو اي، يدخل المن داخل الميتوكوندريا، يرجع كونفرتد باك انتو فاتي استايل او اسيل عفوا كو اي اند ذن انتو استايل كو اي. هاي الجزئيه موجوده عندنا بالفاتي اسيد ميتابوليزم. زين، هذا الاستايل كو اي شوف هو منين جاني هذا الاستايل كو اي؟ هذا اجى من الفاتي اسيد سينثيسيس، فاتي اسيد حامض دهني، لكن ممكن يدخل بالكريب سايكل. واضح؟ ممكن يدخل بالكريب سايكل and used to produce ATP in the same way as استايل كو اي، لانه هذا المركب اذا تتذكرون منين يجيني الاستايل كو اي؟ استايل كو اي اجانا، شوف حسب هذا المخطط اجانا من البايروفيت. تذكرون من البايروفيك اسيد، الان هذا جلايكوليسيس مصيره هو يعني نهايته ونتيجته هو البايروفيك اسيد. البايروفيك ما يقدر يدخل الى داخل الميتوكوندريا الا ان يتحول الى الاستايل كو اي. هسه الان شوفوا تفاجئنا بانه الاستايل كو اي يجينا اصلا ايضا من الفاتي اسيد ميتابوليزم، بمعنى انه الفات ممكن يدخل بشكل مباشر بعملية الجلايكوليسيس لما يتحول المن إلى الاستايل كو اي. واضح؟ زين، هذا نقطة أولى. إذا هسه صار عندي ممكن إنه يصير اشتراك للفات أو الفاتي أسيد عن طريق تحولها إلى الاستايل كو اي، وبالنتيجة يدخل بشكل مباشر بالكريبس سايكل. إذا صار عندي هسه شنو؟ أعيد وياكم الجزيئات اللي تدخل بعملية إنتاج الجلوكوز أو إنتاج الطاقة بشكل عام. قلنا البايروفيت، قلنا اللاكتيت، قلنا الأمينو أسيد، الآن فاتي أسيد. زين، بعد عندي شنو؟ تلاحظون نقطة ثالثة، جليسرول. ريليزد هذا منين يجي؟ من الترايجليسرايدز اللي هو عبارة عن 3 فاتي أسيدز زائد الجليسرول، وحكينا به هواي المحاضرة السابقة. اوكي، هذا ايضا يدخل بشكل مباشر المن الى الكريبس او ما يسمى بال يعني بالنتيجه موضوعنا هو الجلوكونيوجينيسيس. شلون؟ شوفوا الان وين الجليسرول هنا؟ في رسم اخر، عفوا في رسم اخر هسه راح يجينا ان شاء الله. الجليسرول اللي جايني من التكسير او تكسر الترايجليسرايدز دايركتلي انترز الجلايكوليسيس، ايضا ممكن يدخل. اوكي زين،
بعد الاكسسيف اماونت، هاي نقطه ما لها علاقه بموضوعنا لكن لا باس بذكرها. الاكسسيف اماونت اوف استايل كو اي، هذا الاستايل كو اي اللي جايني من الفاتي اسيد، وين يروح؟ يروح الى عمليه اوكسيديشن. وعمليه الاوكسيديشن اللي هي دي امينيشن اللي تعطيني شنو؟ كيتون بوديز. اوكي، في حالات البرولونج ستارفيشن اور انكنترول دايبيتس، الناس اللي ما عندهم قدره على السيطره على السكري مالتهم، او الناس اللي يعانون من المجاعه ممكن يكون عندهم هذه الحاله اللي هي الكيتون بوديز، واللي جايه نتيجه شنو؟ جايه نتيجه ابعدم. وبعض الطلاب ما يسمعون يا احمد، مو مشكله. هسه اذا بعدت زين، هسه زين، هسه افضل زين. بعض الطلاب يقولون ما نسمع، ماشي ماكو اشكال. شوف دكتور الصوت راسي حيره هاي. اي ماشي، شوف بتول تقول الصوت ناقص، زين شو نسوي بهالحال؟ اي هسه افضل يا فاطمه، هسه افضل. اي هسه افضل، بينما احمد انت شوي ابتعد عن اللابتوب اذا تريد، او علي على العموم. فخلونا نكمل يا شباب، ان شاء الله يجيكم التسجيل بسلامه لا تخلقون. فهاي النقطه الاخيره ما لها علاقه بموضوعنا، قال اللي يهمني انه الجليسرول والفاتي اسيد يدخل مباشره الى عمليه الجلايكوليسيس، وبالنتيجه انتاج الطاقه. بمعنى اخر انه اذا صار بك او بك فاير او ما يسمى بال ريتيرن باك تو ذا جلوكوز، فالفاتي اسيد والجليسرول ايضا لهم دور بالموضوع. اوكي زين، هسه الان هذا يعني شرح اخر، نفس الموضوع. جليسرول that comes from breakdown of triglycerides during glycolysis. جليسرول can convert to the glycerol، هذا بالتفصيل. جليسرول 3 فوسفيت via جليسرول كاينيز الى اخره، وبالنتيجه يدخل الى الكريب سايكل، يدخل الى داخل نعم الجلايكوليسيس. في حالات نادرة جدا الفري فاتي اسيدز اللي هي ما يسمى بالاود فاتي اسيد تشينز كان انتر ذا جلوكونيوجينيسيس باي كونفرت انتو ذا سكسينايل كو اي. بعض انواع الفاتي اسيد ممكن ان تتحول الى سكسينايل كو اي، وتذكرون السكسينايل كو اي هو جزء من الكريب سايكل، وبالنتيجة يرجع يتحول الى ماليت، ويرجع الى ياخذ يعني مآل او طريق البايروفيت الى الجلوكوز. طبعا تقدرون انتم ترسمون يعني مخطط للحفظ يختصر لكم هذا الموضوع كله في صفحه واحده. يعني اتمنى انه تركزون وتنطوني او يعني واحد منكم يعرض لي مخطط يحاول انه يسويه. اوكي؟ زين. ايضا هذا شرحناه اعاده فقط للفائده. زين. هسه عمليه الجلوكونيوجينيسيس الان اكتملت. قلنا عن طريق البايروفيت، عن طريق اللاكتيت، عن طريق الامينو اسيدز، جليسرول، فاتي اسيد، كل هذه تشترك بعمليه انتاج الجلوكوز او انتاج الطاقه بشكل عام. اوكي؟ زين، الان الجلوكونيوجينيسيس هذا طبعا ليس بدون سيطره. بالتاكيد اكو من يسيطر على هذا الموضوع. هنا السيطره اما تكون من خلال هرمونات act on stimulation of the enzyme، الانزيمات المهمه اللي قلنا ترجع مركب الفلاني الى المركب الفلاني، هذه طبعا تحت سيطره بعض الهرمونات وليست قضيه يعني اعتباطيه. من هذه الهرمونات هو الجلوكاجون، نور ابينفرين اند ابينفرين، كورتيزول، ثايرويد هرمونز، جروث هرمونز الى اخره. يعني ما اريد نخوض بتفاصيل، يكفيني ان تعرفون ما هي الهرمونات اللي لها علاقه بعمليه جلوكونيوجينيسيس ريجوليشن. زين. الان كيف ممكن ان احصل على جزيئه جلوكوز، عفوا احصل على الطاقه؟ عملية شنو يا احمد؟ جلوكونيوجينيسيس مو قلنا السبب انه في حالة بشكل عام الهايبوغلايسيميا، وانه الشخص ما عنده سورس اوف
جلوكوز، فيصير داخليا بالليفر والكيدني كورتكس تحول بعض المركبات الى جلوكوز مره ثانيه. وقلنا عليها شنو هي هاي المركبات او هذه الجزيئات؟ هي البايروفيت واللاكتيت والامينو اسيدز. ويعني يصير عمليه تجييش خلينا نقول لمركب او جزيئات انه هذا الشخص ما عنده جلوكوز خارجي، ما يجينا، ما ياكل كربوهيدرات. فبالنتيجه هذا الشخص يحتاج الى طاقه، فمنين يجيبون هاي الطاقه؟ يجي البايروفيت يقول انا على استعداد، يجي نعم. هي طبعا هي بالنتيجه اكيد حاله مرضيه، يا اما يكون عنده ستارفيشن، يا اما يكون عنده هايبوغلايسيميا، يا عفوا نعم عنده مشكله بالانكونترول دايبيتس مثلا، مشاكل كثيره ممكن تكون مرضيه، ممكن تكون عرضيه. واضح شلون؟ يعني واحد يجوع مثلا صايم وما ما, ما فاطر مثلا، مثلا يعني على فرض، ممكن بالصيام كذلك، نعم. فأمثلة كثيرة على هذا الموضوع يا شباب، يعني تديرون نرجع لها إذا تحبون في محاضرات قادمة. زين، الآن كيف ممكن أنه أحصل على طاقة من غير جزيئة الجلوكوز؟ الآن أنا قلنا إحنا هذا الحديث كله اللي حد هاي اللحظة نتكلم عن أنه الجلوكوز، جلايكوليسيز، مركبات أخرى ترجع الجلوكوز، أنا بالحالة كله دا أنتج جلوكوز. لكن هل ممكن أنا أحصل طاقة من خلال مركبات غير الجلوكوز؟ نعم أقدر أحصل. أشهرها الفركتوز. الفركتوز اللي هو عبارة عن سكر الفاكهة. هذا المخطط أتمنى أنه علي كيفكم تقروه وتتدبرون به، هو يعني ليس للحفظ يعني اطمئنوا، لكن اكو فقرات من عنده مهم وظريف انه تعرفون يعني انه كيف انه هذا الفركتوز يرجع ايضا يعطيني جلوكوز، وبنفس الوقت ممكن انه يعني بطرق معينه يوصل الى ان يعطيني هذا الفركتوز يتحول الى شنو؟ الى ترايجلسرايدز، يعطيني دهون ثلاثيه. واضح شلون؟ واحيانا يوصل الى مرحله ينطيني الاسايل كو اي، والاسايل كو اي تذكرون يتحول الى استايل كو اي، فالاستايل كو اي ممكن يرجع الى البايروفيت ويدخل الى او يدخل الى كرب سايكل والى اخره. حقيقه مجموعه من الخطوات المهمه، يا ريت تقروه، يا ريت يعني على كيفكم تتمعنون بهذا المخطط، و يعني ان شاء الله يكون بس اشوف هذا الشات مالتكم. نعم اوكي زين، ارجع الى المخطط يا شباب، ما ادري اذا واضح عندكم او لا، يعني ان شاء الله تعالى كيفكم كبروا لهذا المخطط. انا يعني ياخذ من عندنا وقت هذا اذا اريد اشرحه. يعني شوفوا لاحظوا انه هذا الفركتوز اللي هو سكر الفاكهه بفعل الفركتوكاينيز راح يعطيني مجموعة مركبات، ثم عندي مركبين أيضا، وهكذا إلى أن تستمر العملية. بعض المركبات تتحول بشكل مباشر إلى مركبات مهمة داخل المخطط الفركتوز، ما أريد أخوض بهاي التفاصيل حقيقة، لكن إذا تلاحظون الكونكشن ما بينها وبين الجلايكوليسيز، هذا جلايكوليسيز، جلايكوليسيز، جلوكوز 6 فوسفيت، فركتوز 6 فوسفيت. شوفوا الفركتوز 6 فوسفيت يتحول ممكن الى فركتوز، والفركتوز ممكن يتحول الى فركتوز 6 فوسفيت. يعني وجود سكر الفاكهه ممكن يدخل لي الى 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 طريق، ياخذ طريق الجلايكوليسيز، لكن هو ليس من الجلوكوز. يعني هذا الفركتوز يتحول الى فركتوز 6 فوسفيت ويكمل الى حد ما يوصل للبايروفيت ويدخل الى الكريبس سايكل وهكذا. واضح شلون الفكره؟ اذا هذا هو دا اقول بانه، ولهذا دا اقول بانه ممكن نحصل على طاقه من غير جزيئات جلوكوز. وقلنا هنا الفركتوز ممكن يتحول الى فركتوز 6 فوسفيت ويكمل لي مصير الجلايكوليسيز، بس هنا اكو جلوكوز؟ ماكو جلوكوز. واضح يعني؟ زين. شغلة أخرى مهمة، شوفوا هنا واحد من هذه المركبات اللي هو الداي هيدروكسي أسيتون فوسفيت، هذا ممكن يتحول إلى الجليسرال ديهايد 3 فوسفيت. إذا تلاحظون هذا كله طريق الجلايكوليسيز. فالمركبات اللي تيجي من هنا وتدخل على الخط تكمل الجلايكوليسيز.
بمعزل عن الجلوكوز، سواء كان اكو جلوكوز او ماكو. بدنا نحكي عن الفركتوز الان. اذا الفركتوز ممكن يتحول الى فركتوز 6 فوسفيت ويكمل الجلايكوليسيس. داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ممكن يتحول الى جليسرول ديهايد 3 فوسفيت، ايضا يكمل الجلايكوليسيس. واضح؟ زين. شغله مهمه اخرى بال ان شاء الله ان شاء الله يا شباب ان شاء الله ما يخالف، بس انتبهوا علي يا بابا حتى لا نظل نعيد يعني هوايه. ايضا شوفوا هسه الان الفركتوز راح اعيدها للمره الاخيره، فركتوز يروح الى فركتوز 6 فوسفيت ويكمل الجلايكوليسيس. داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت يتحول الى جليسرول ديهايد 3 فوسفيت ويكمل شنو؟ الجلايكوليسيس. بعد ادي الاستايل الاسيل كو اي يتحول الى اسيتايل كو اي ويكمل لي شنو؟ الدوره مال الكريب سايكل، وهكذا. واضح؟ لكن الظريف في هذا الموضوع انه هذا الفركتوز اذا استمر بعمليه التفاعل بهذه الطريقه راح يوصل الى مرحله يعطيني شنو؟ ترايجلسرايد. ترايجلسرايد معناته دهون ثلاثيه، معناته الشخص اللي ياكل فاكهه كثيره عرضه يكون للسمنه اكثر من غير شخص. وضحت الفكره شنو يا شباب؟ زين. اذا اللي يهمني من هذا المخطط هو ثلاث اربع مركبات، انه هذه المركبات كيف تدخل الى الجلايكوليسيس بمعزل عن وجود او عدم وجود الجلوكوز، وبالنتيجه تعطيني طاقه. واضح يعني يا شباب؟ زين. لا لا يعطينا طاقة يا أحمد، ممكن هو بالنتيجة يعني إذا الجسم بنفس الوقت احتاج إلى جزيئة جلوكوز، فراسن البايروفيت اللي وصل لي اللي طانا إياه الفركتوز، هذا البايروفيت يرجع إلى يعطيني جلوكوز. ممكن ممكن فيري جود، ممكن الحالتين تصير. زين. فشوفوا بعضكم بدأ يفهم الموضوع، يعني هي حالة من السايكلز اللي تحصل لعله خلال ثواني، لا شنو ثواني، اقل من الثانيه، انه يتم استشعار حاجه الجسم، وبالنتيجه يعني انا عندي فركتوز وما عندي جلوكوز، فركتوز راح يدخل بالجلايكوليسيس، بنفس اللحظه الجسم يحتاج الى جلوكوز، هذا البايروفيت اللي اجاني من الفركتوز راح يرجع يصير جلوكوز، وهكذا. هي سلسله من التحولات الكيميائيه اللي نحتاج شويه نركز بيها، راح نعرف انه في اي حاله ممكن نحتاج انه البايروفيت يرجع جلوكوز، في اي حاله انه الامينو اسيدز ترجع تسوي لي جلوكوز، وهكذا وهكذا. قلت لكم تقدرون تختصرون كل هذا الكلام بمخطط، بمخطط. خل اشوف يعني انتاجكم يعني من المخططات، خل اشوف. زين. اوكي، اذا زين، من اهم الديس اوردرز اللي تحصل مع الفركتوز انتيك اللي هي الفركتوز يوريا، وهاي جايه نتيجه الفركتوكاينيز ديفيشنسي. طبعا الفركتوكاينيز واحد من الانزيمات المهمه اللي يعني المهمه في عمليه الباثويز اوف فركتولايسيس. اوكي زين. ايضا فركتوز 1 6 فوسفاتيز ديفيشنسي، ايضا هيريديتري فركتوز انتولرانس، وعندنا ايضا الجاوت. الجاوت ممكن يحصل عندي حاله تشبه الجاوت اللي هو داء الملوك اللي عاده مرتبط باليوريك اسيد والبروتين كونسبشن، ولكن ممكن انه يحصل مع الفركتوز، وهذا ايضا يضاد لها نوع من الشرح، حاله اشبه بالجاوت. اوكي يعني زين. الجزئيه الاخرى اللي ايضا لها علاقه بإنتاج الطاقة اللي هي الجالكتوز، وتذكرون الجالكتوز هو شنو؟ ها؟ جالكتوز شنو؟ جالكتوز هو سكر الحليب، واضح؟ سكر الحليب، الفركتوز سكر الفواكه، وهكذا. هاي يعني ضروري إنه تذكروهن، لأن هذه تعتبر دار بالنسبة إلى زين. الباثويز اللي عن طريق الجالكتوز يدخل الى الجلايكوليسيس او عمليه يعني يدخل الى الجلايكوليسيس او عمليه انتاج الطاقه نسميها ليولر
باثوي ديولور باثوي، انه هذا الجلوكوز شوفوه يتحول بغض النظر عن المسميات، بس راح اتكلم عنها بشكل سريع، انه يعطيني جالكتوز فوسفيت، الجالكتوز فوسفيت هذا يتحول لجلوكوز 1 فوسفيت، هو جلوكوز 1 فوسفيت عفوا يتحول لجلوكوز 6 فوسفيت ويدخل بالجلايكوليسيس. شوفوا جالكتوز 1 فوسفيت يتحول الى جلوكوز 1 فوسفيت ومن عندها جلوكوز 6 فوسفيت وجلايكوليسيس، هذا بشكل مختصر. لكن شوفوا لاحظوا انه ممكن عن طريق مجموعه من البروسيسنج اللي تكلمنا عنها سابقا فيما يتعلق باللاكتوز، فيما يتعلق بالجلايكوجين، اوكي، هذه ايضا تدخل بهذا الطريق، تدخل بهذا، شلون تدخل؟ تدخل حتى تحول لي الجالكتوز فوسفيت الى جلوكوز 1 فوسفيت. شنو الطريقه؟ الطريقه كالاتي، تذكرون اليو دي بي جلوكوز اللي 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 اليو دي بي جلوكوز يوردايل داي فوسفيت، تذكروه؟ هذا اللي تكلمنا عنه بالجلايكوجينولايسز، تذكروا، او جلايكوجينيسز عفوا، جلايكوجينيسز. هذا اليو دي بي، هذا اليو دي بي شوفوا وين يروح؟ يروح يتحد مع الجالكتوز يعطيني يو دي بي جالكتوز، وبنفس الوقت يعني يعطي جلوكوز لهذا الفوسفيت وياخذ جالكتوز، فيحول لي الجالكتوز فوسفيت الى جلوكوز 1 فوسفيت. فقط انتباه بسيطه راح تعرفون المغزى من هذا الموضوع. اليو دي بي جلوكوز اللي بالنتيجه يؤدي الى الجلايكوجينيسيس راح يروح لهذا التفاعل ينطي جلوكوز وياخذ جالكتوز. الان هذا اليو دي بي جالكتوز شو يتحول؟ ها شو يتحول؟ يتحول الى لاكتوز، واللاكتوز هو عباره عن شنو؟ ها سكر، ايضا سكر الحليب، نوع من انواع سكر الحليب فضلا عن الجالكتوز. اوكي، يعني طبعا هذه العمليه يعني هذه عمليه اليو دي بي جلوكوز الى يو دي بي جالكتوز تصير بفعل الجالكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانسفريز، وهاي عمليه الجلوك ايضا هذا اليو دي بي جلوكوز ممكن يرجع يتحول الى يو دي بي جلوكوز من خلال يو دي بي جالكتوز ايبايمريز. اوكي، يعني فقط انتباه بسيطه راح تشوفون الجلوكوز يدخل الى الجلايكوليسيس، لكن يحتاج خطوه بسيطه، هاي اللي نسميها الليولور باثوي، خطوه بسيطه انه يتدخل من هنا، يتدخل ادنى اليوريدايل دايفوسفيت يعطيني يوريدايل جالكتوز، يوريدايل دايفوسفيت جالكتوز، وهذه ايضا بفعل انزيمات. هذا اليو دي بي مهم بعمليه جلايكوجينيسيس، واليو دي بي جالكتوز مهم في عمليه اللاكتيشن او اللاكتوز فورميشن. اوكي، يعني ساشوف ملاحظاتكم اذا اكو. يعني صعب الاعاده يا احمد، اذا افتهمتوا ان شاء الله، لكن صعب شويه الاعاده، تشوفون شويه المحاضره هي نهاية المحاضرات الماكرو موليكيولز، حتى نبلش إن شاء الله بنوع آخر من المحاضرات إن شاء الله الأسبوع القادم. فإذا الليولور باثويز هو هذا، فقط جالكتوز ينطيني يدخل بالجلايكوليسيس عن طريق جلوكوز 1 فوسفيت. هسه شلون يطلع الجلوكوز 1 فوسفيت؟ من خلال هذه السايكل، يجينا اليو دي بي جلوكوز يدخل هنا ياخذ الجالكتوز وينطي جلوكوز، فينطي هذا المركب ويطلع بيو دي بي جالكتوز. طبعا هاي العمليه تكون منظمه من خلال انزيمات، هذا الانزيم وهذا الانزيم. واضح يعني؟ واضح ان شاء الله. الجالكتوز يعني ايضا هناك ديس اوردرز مرتبطه بالديفيشنسي اوف ما يسمى بالجالكتوزيميا. جالكتوزيميا عاده تصير نقص ب هذا السكر المهم، اما جلوك جالكتوز 1 بي يوريدايل ترانسفريز، هذا اللي هو الكلاسيك جالكتوسيميا، وعندنا جالكتوكاينيز وهذا طبعا ممكن يؤدي الى الكاتراكت، يو تي بي جلوكوز وايبايميريز اللي قلنا عليه قبل شويه، وهذا ايضا ممكن انه يصير هناك خلل بالار بي سيز من حيث الهيموليسيز وغيرها. اوكي.
عندنا شيء آخر مهم جدا، أنه ما يسمى بالسوربيتول باثوي. سوربيتول نوع من أنواع السكريات، نوع من أنواع السكريات. هذا الباثوي نسميه بوليول باثوي. شنو البوليول باثوي؟ الناس اللي عندهم سكر، طبعا هذا أيضا إنتاج طاقة بغض النظر عن جزيئة الجلوكوز، شو اسمه؟ سوربيتول. لكن مشكلة السوربيتول هذا ممكن أنه يتزامن مع الناس اللي عندهم سكري. شون؟ شوفوا الآن جلوكوز زائدا هذا الإنزيم ألدوز ريدكتيز يعطيني سوربيتول، يعني ارتفاع، يعني الناس اللي عندهم سكري يصير عادة عندهم ارتفاع بالسكر، وهذا السكر ما يستفادون منه لأنه راح يدخل إلى الخلايا. هذا مصير السكر وين ما يتحول؟ يتحول إلى سوربيتول. شوفوا الآن الجلوكوز بفعل السوربيتول دي هيدروجينيز يعطيني فركتوز. هذه مو مهمة، المهم عندنا السوربيتول. مشكلة السوربيتول إنه الكميات العالية من عنده تسوي دمج بالعين وتسبب cataracts and other defects of the visual pathway. لذلك كثير من الناس المصابين بالسكر فترات طويلة ويكون uncontrolled وارتفاع بالسكر عالي عندهم، يعانون من ارتفاع من بالسوربيتول، وهذا السوربيتول له تأثير سلبي من خلال إحداث شيء اسمه الكاتاراكت إذا أقوى كده إن شاء الله نشرحه، ويعني يسبب لهم دمج بالعين بشكل عام. إذا سامعين ناس السكر يقول لك يضرب عينه مثلا، إذا سامعين بهذا الاصطلاح مثلا، هذا جاي نتيجة ارتفاع نسبة السوربيتول وارتفاع قضايا أخرى طبعا، وليس فقط السوربيتول لكن واحد من عزهم. أي نعم بالتأكيد قصدكم بتول على الكاتاراكت. أي نعم هو الماء الأبيض وكذلك أحمد. نعم أي نعم بلي. فإيلاف شنو تقول دكتور؟ يعني التحول للجلوكوز 1 فوسفيت بالتأكيد قلنا UDP يجيب الجلوكوز ويأخذ غالكتوز، واضح من السايكل يا شباب. أي أوكي تحبون نكمل يا شباب لو تعبتوا؟ يعني أن تنتهي المحاضرة بس كان بودي أنه نتحول إلى موضوع ثاني أو موضوع آخر، لكن ما أدري إذا تعبتوا نشوف شوفكم شو تقولون. تعبتوا؟ كلكم تقولون تعبتوا. يلا ماشي. ها ماشي ماشي ماشي. بيل ساعة امتحان الكيمياء يا شباب، بيت ساعة امتحان كيمياء بيت ساعة يا شباب. بالليل بالتسعة بعد وقت. يلا خير إن شاء الله، ما في إشكال يا شباب. اللي عنده سؤال